الأبطال إلى المرحلة القادمة في بطولة الكأس. هنا اللقطات واللحظات التذكارية فيما يسبق انطلاقة هذه المباراة وهذا اللقاء. إثارة المواجهات لا شك بأنها مستمرة. ثلاث مباريات الليلة ضمن دور ال 16 اللي طبعا انطلق يوم أمس، وبالتالي يعني شباب الأهلي دبي أو استاد شباب الأهلي دبي بالعوير هو الذي شهد تأهل الجزيرة بعد أن فاز على اتحاد كلبة بهدف مقابل لا شيء. هذا هو أيمن الرمادي المدرب المصري الذي يتحدث عن لقاء قوي في توقيت صعب بالنسبة لناديه نادي عجمان، وفي المقابل المدرب الوطني عبد العزيز العنبري الذي وصف هذا اللقاء ووصف هذه المباراة. نعم يقول له خليك على الكاميرا لأن مثل هذه اللحظات واللقطات يجب أن توثق وأن يكون المدرب ومساعد أيضا حاضرين في الكادر، لأنهم يقومون أيضا بعمل كبير ويستحقون بالتالي ولو شيئا بسيطا من طبعا الجانب الإعلامي والظهور الإعلامي وأكثر من ذلك لا شك خدمة وقيادة الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية. هنا ضربة البداية أيها الأحبة في كل مكان. انطلاق هذه المباراة ما بين عجمان والشارجة في دور ال 16 لكأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة هنا في ملعب نادي الإمارات في إمارة رأس الخيمة. ضربة البداية وصافرة البداية تأتي من حكم المباراة وهو طبعا يعقوب الحمادي الذي ساعد في هذا اللقاء كمساعد أول مسعود حسن، ومساعد ثاني هو عامر القادري، بينما الحكم الرابع في هذا اللقاء هو عبد الله ناجي. لكن بالحديث عن الفريقين وتشكيلة الفريقين، نادي عجمان يلعب بحمد خالد في حراسة المرمى، محمد علي حسن، محمد الخديم، موديبو مايكا، بكاري كوني، إيدلسون ديميلو، عبد الله مال الله، محمد أحمد، سعود سعيد، محمد علي شاكر، وحسن زهران. هذه هي الأسماء بالنسبة لنادي عجمان. في المقابل نادي الشارجة يلعب بأحمد جمعة ديدة في حراسة المرمى، الحسن صالح، شاهين عبد الرحمن، يوسف سعيد، محيم خليفة، أوتابيك شوكروف الأوزبكي، ويلتون سواريز البرازيلي، محمد جابر، سيف راشد، عيسى سانتا، وفاندر فيرا البرازيلي هو الآخر. هذه طبعا هي التشكيلة، والكرة في اللقطة والمحاولة الماضية كان أيضا فيها خطأ في الإبعاد من قبل نادي عجمان، والكرة بالتالي تحولت رمية تماس لمصلحة نادي الشارجة. عجمان مع الشارجة هنا في هذا اللقاء، وفي المقابل أيضا يعني لقاء يجمع حامل اللقب نادي الوحدة أمام منافس نادي الإمارات في استاد شباب الأهلي بالعوير في هذه أيضا اللحظات وفي هذا التوقيت. وبالتالي يعني ثلاث مباريات كما ذكرت في هذا المساء، منهم طبعا مباراتين في نفس الملعب. الحديث عن نادي شباب الأهلي دبي في أو نادي شباب الأهلي اللي كان للقاء طبعا الجزيرة واتحاد كلبة واستاد راشد بالنادي بنادي شباب الأهلي أيضا ليجمع لقاء الإمارات مع حامل اللقب نادي الوحدة. كرة لمصلحة نادي عجمان تتحول الآن لمصلحة الشارجة في نص الملعب، يوسف سعيد يرسلها للأمام، ولكن أيضا الكرة الماضية في اللقطة الماضية أيضا بتتخلص وتعود لدفاعات نادي عجمان. هذه الكرة والمحاولة في الجانب الأيمن، مواجهة الشارجة وعجمان أكيد لا شك بأنها مهمة حالها من حال بقية المباريات كل الأندية لا شك، لأنه لا مجال للتعويض، لا مجال للتعويض من خلال مباريات الكؤوس. لكن تتحدث عن الملك صاحب الألقاب الثمانية، أكثر من حقق بطولة الكأس بالمشاركة طبعا مع شباب الأهلي دبي أو الأهلي سابقا بثمان بطولات هو الآخر، لكن الشارجة هو من حقق الألقاب الثمانية أولا ويتميز ويتفرد بأنه ملك الكأس من خلال هذا المنطلق. تعود الكرة والمحاولة من جديد،
حكم تقارب المستويات بالنسبة للفريقين هذا الموسم، إن كان لنادي عجمان وإن كان أيضا لنادي الشارجة. الحديث عن الدوري، الشارجة في المركز السابع برصيد 13 نقطة بفارق المواجهات المباشرة أمام عجمان صاحب المركز الثامن أيضا برصيد 13 نقطة. لذلك مباراة الليلة هي الأولى بين الفريقين في مسابقة كأس رئيس الدولة منذ موسم 2003-2004، واللقاء أو الموسم الذي شهد تفوق الشارجة مرتين على عجمان وبنتيجتين كبيرتين 4-1 و7-0 في الدور الثاني للبطولة، الذي طبعا أقيم يومها بنظام المجموعات، ولذلك كانت النتيجة الكبيرة لنادي الشارجة على حساب نادي عجمان في بطولة الكاس. هذا عيسى سانتو، سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله. لقاء الفريقين في الدوري شهد الفوز الأول لهذا المدرب عبد العزيز العنبري الذي حقق انتصارا هو الأول له مع الشارجة بعد أن تولى تدريب الفريق بهدف مقابل لا شيء، هدف سجل محمد إبراهيم في مرمى نادي عجمان في الجولة الثامنة من الدور الأول لدوري الخليج العربي. الدوري انطلق طبعا، والحديث عن الجولة رقم 12 هذه صافرة من قبل حكم المباراة، وهذا هو طبعا لاعب نادي عجمان سيف راشد في اللقطة الماضية، والخطة لمصلحة الشارجة في هذه اللحظات، الخطة لمصلحة الشارجة في هذه اللحظات هنا عن طريق فاندر فييرا. فاندر فييرا يرسل الكرة، لكن أيضا المحاولة والكرة تتخلص، ترجع مرة ثانية لمصلحة نادي عجمان. عجمان في كرة في انطلاقة في محاولة، لا زالت الكرة حاضرة. عجمان تعادل مع الجزيرة 1-1. تكلم عن الأسبوع 12 من بطولة الدوري، وهو طبعا الأسبوع الأول من مرحلة الإياب لدور الخليج العربي لهذا الموسم، موسم 2017-2018. راشد مال الله هو من سجل هدف نادي عجمان في تلك المباراة، بالتالي 1-1. كرة إلى خارج أرضية الملعب، بينما الشارجة فاز على النصر 2-1 في هذه المباراة المهمة أيضا اللي كانت فاز فيها نادي الشارجة. فاندر فييرا من ضربة جزاء، وسهيل المنصوري هو من حسم الفوز. هذه كرة عرضية ولكن تتحول إلى خارج أرضية الملعب، لذلك الشارجة أيضا فاز في المباراة الأولى في بداية الدور الثاني من دور الخليج العربي. في تبديل اضطراري بالنسبة لنادي الشارجة، إصابة عيسى سانتو منذ اللحظات الأولى لانطلاقة هذا اللقاء. كرة ملعوبة، ترجع مرة ثانية لمصلحة نادي عجمان. الخديم، كرة فيها تسديد ولكن إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. مرت عدت الكرة والمحاولة، هذا هو الرمادي أيمن الرمادي اللي أكد بأن لقاء فريق أمام الشارجة يعتبر لقاء مهم جدا ويأتي في توقيت صعب للغاية. حديث عن يلعب هذا اللقاء بعد 3 أيام من آخر مباراة في الدوري، وكذلك يعني قبل 4 أيام من المباراة المقبلة أمام شباب الأهلي دبي أيضا في بطولة الدوري، وبالتالي ضغط مباريات. هذا هو ما يتحدث عن المدرب أيمن الرمادي، لكن في المقابل لا أعذار، لا وجود للأعذار في مثل هذه المباريات. هذه الظروف تحدث لكل الفرق، وبالتالي ضرورة أن يكون عجمان في قمة الجاهزية لهذه المباراة وكذلك المباراة القادمة لبطولة الدوري عندما يتعلق الأمر أيضا بلقاء نادي شباب الأهلي دبي. عبد العزيز العنبري، حديث عن اللعب بتوازن، فاز في مباراة أمام النصر في الدوري منذ أن تولى تدريب الفريق خلفا له بسيرو. النتائج الإيجابية لنادي الشارجة تتوالى، حديث عن المركز السابع برصيد 13 نقطة، نادي عجمان أيضا برصيد 13 نقطة لكن بفارق المواجهات المباشرة
ما بين الفريقين. هذه الكرة ملعوبة عالية اعتبار بأن الشارجة فاز على عجمان في الدوري في الدور الأول. هذه كرة ملعوبة ولكن أيضا بتتخلص بعيدة من إيدلسون إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب الشارجة اللي كان في وضع صعب جدا مع بيسيرو في المراكز الأخيرة، لكن مع قدوم عبد العزيز العنبري ارتفع عدد الانتصارات، 3 انتصارات 4 تعادلات 5 هزائم. هذا هو رصيد الشارجة في بطولة الدوري. عجمان نفس الكلام بالضبط، 3 انتصارات 4 تعادلات 5 هزائم، نفس النقاط، نفس حالات الانتصار، نفس حالات التعادل، وكذلك الحال بالنسبة للهزائم تشابه كبير. ما يختلف فقط هو عدد الأهداف. الشارجة سجل 12 هدف بينما عجمان سجل 14 هدف، ولكن يبقى وتبقى الأفضلية في المواجهات المباشرة، بحيث أن لقاء الفريقين انتهى بفوز الشارجة بهدف مقابل لا شيء. هذه الكرة ملعوبة، نصل إلى الدقيقة 10 من شوط المباراة الأول والأمور لا زالت حتى الآن سلبية ما بين الفريقين. الكرة تصل والمحاولة تعود، وكما ذكرت يوم أمس يعني شباب الأهلي دبي فاز على العروبة بهدف مقابل لا شيء، والفجيرة بهدف قاتل في الوقت الإضافي وفي نهاية الشوط الإضافي الثاني يسجل الهدف الثالث بعد أن كانت النتيجة 2-2 ليتأهل بالتالي الفجيرة أحد أندية الدوري الدرجة الأولى إلى دور الثمانية من بطولة كأس رئيس الدولة. تسديدة ولكن الكرة تعود. فرحة نادي الفجيرة من فرحة المدرب دييغو أرماندو مارادونا الاسم الأسطوري في عالم كرة القدم والمدرب بالنسبة لنادي الفجيرة، المدرب المواطن عبد العزيز العنبري، المدرب طبعا المواطن الوحيد الموجود من بين طبعا المدربين المتواجدين طبعا في بطولة الدوري كأس رئيس الدولة. أيضا هنا طبعا شوكوروف الأوزبكي اللاعب اللي تعاقد مع نادي الشارجة وأصبح طبعا من ضمن العناصر الموجودة، لاعب وسط على فكرة. في المقابل أيضا لدينا أوزبكي آخر في نادي عجمان لكنه في دكة المدراء، الحديث هنا عن عزيز بيت حيدروف. كرة لمحمد القديم عالية لكي لا تتخلص، تعود الكرة بالرأس من شوكوروف. لا زالت الكرة حاضرة وموجودة في الجانب الأيمن. هنا الحين خلص الكرة، أرسلها للأمام باتجاه فاندر فييرا. الكرة في نص الملعب بيحاول فيها أوتابيك شوكوروف، لكن صافرة حكم المباراة يعقوب الحمادي بوجود خطأ لمصلحة ويلتون سواريز. هذا هو حسن زهران مدافع الوصل في الموسم الماضي، مدافع نادي عجمان في هذا الموسم. هنا الكرة والانطلاقة في الجانب الأيمن، محاولة المرور والكرة الخطيرة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. أيضا الكرة الماضية بتمر وبتعدي إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو لاعب نادي الشارجة سيف راشد. سيف راشد في اللقطة الماضية والكرة الماضية. شوكوروف احد القادمين الجدد طبعا، لاعب نادي ماشالي الاوزبكي بونيودكور، وهو طبعا مع نادي الشارجه وتدرج في منتخبات اوزبكستان السنيه، لاعب صغير في السن 21 سنه. هذه كره بالراس لكن ترجع مره ثانيه الان خارج منطقه الجزاء. حاضرة موجودة من محمد الخديم في اللقطة الماضية، لكن هذا محمد جابر شقيق اللاعب يوسف جابر واللي كان طبعا لاعب في بنياس، انتقل بعد ذلك إلى شباب الأهلي دبي، ولكن الآن المحطة هي مع نادي الشارجة للاعب محمد جابر. هنا رمية تماس لمصلحة نادي عجمان، رمية تماس. الأمور لا زالت سلبية حتى هذه اللحظات. كرة لمصلحة الشارجة في منطقة الجزاء، الكرة فيها تغطية
الكرة فيها تغطية وبالتالي خارج الملعب. هذا يوسف سعيد، هذا هو يوسف سعيد، استلمها بالصدر حاول فيها، ولكن أيضا التغطية موجودة من محمد علي شاكر. محمد علي شاكر هذا هو استلام يوسف سعيد، ثم التغطية من محمد والكرة بالتالي إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى لمصلحة نادي عجمان من خلال اللقطة والمحاولة الماضية. الحديث عن الألقاب في بطولة الكأس، كل فريق تذوق حلاوة التتويج والانتصار ببطولة الكأس. نادي عجمان هذه الصافرة، نادي عجمان اللي توج باللقب في موسم 83-84 وكان الإنجاز الوحيد لهذا النادي في بطولة الكأس بعد أن فاز على النصر في المباراة النهائية، بينما نادي الشارجة الفريق الذي حقق 8 ألقاب كاملة، نعم 8 ألقاب حققها الفريق ووصل إلى رقم قياسي في بطولات الكأس. هنا المحاولة تعود من جديد والانطلاقة حاضرة وموجودة، لكن آخر لقب للشارجة كان في موسم 2002-2003، وللعلم يعني شوف الصدم، هذا الموسم اللي كان آخر لقب حقق الشارجة في بطولة الكأس هو طبعا شهد النتيجة الكبيرة في مواجهة الفريقين. هذه خطرة للشارجة، الله الأول في هذا اللقاء عن طريق البرازيلي وعن طريق فاندر فييرا، أول أهداف اللقاء. شوف اللقطة، شوف الانطلاقة وشوف السرعة، ويلتون سواريز، ويلتون سواريز اللي هرب من بين الدفاع ثم سدد الكرة في الزاوية الصعبة على حارس المرمى ليسجل الهدف، ليسجل الهدف. لكن يا سلام، شوف التمريرة من وين، التمريرة من سيف راشد، والنهاية والترجمة من اللاعب ويلتون سواريز اللي يسجل الهدف الأول في المباراة. ويلتون سواريز إذن يسجل الهدف الأول في المباراة بعد تمريرة سيف راشد بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، ينجح في فتح مجال التسجيل ومجال التقدم للشارجة لملك الكاس في هذا اللقاء، وتصبح النتيجة الآن 1-0 في ظل الحديث عن النتيجة الكبيرة، عن نتيجة 7-0 اللي حدثت في موسم 2002-2003، ذلك الموسم الذي حقق فيه الشارجة آخر لقب له في بطولة الكاس، آخر لقب. بعد ذلك توقفت عقارب الساعة للملك الشرجاوي وللكوماندوز الملكي، ولم يعني يحقق أي لقب. الأمر أيضا ينطبق على بطولة الدوري والغياب الطويل لهذا النادي العريق وهذا النادي الكبير عن منصات التتويج. والكرة الماضية أيضا تبعد، تبعد في اللقطة والمحاولة الماضية، يعني آخر لقب دوري موسم 95-96، آخر لقب كاس في 2002-2003، ولذلك يعني يشتاق الشرجاوية كثيرا كثيرا إلى بطولتهم المفضلة وإلى العودة لمنصات التتويج مرة أخرى. على فكرة كان الشارجة يعني في 2014-2015 كان قريب من العودة لمنصات التتويج والفوز بلقب، كان ذلك في بطولة كأس الخليج العربي، لكن الخسارة في المباراة النهائية أمام النصر. هنا عرقلة من حسن زهران على صاحب الهدف ويلتون سواريز، ويلتون سواريز، وبالتالي حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ في اللقطة الماضية. هذا هو ويلتون، وهنا تدخل حسن زهران، تدخل حسن زهران منذ أول لقب كاس في موسم 78-79 ثم 79-80 81-82-82-83. شوف الألقاب اللي تأتي بعضها على التوالي وبعضها في سنوات متقاربة، ثم فترة التسعينيات 90-91-94-95-97-98، ثم آخر لقب في 2002-2003. 8 بطولات بالتمام والكمال للشارجة في بطولة الكأس. كرة ملعوبة باتجاه المرمى ولكن أيضا بتتخلص،
تبعد من الدفاع شوكروف إلى عبدالله غانم اللي هو أصلا بديل للاعب اللي غادر أرضية الملعب منذ انطلاقة المباراة مبكرا وهو طبعا اللاعب عيسى سانتو. كرة لحارس المرمى جديدة. أول تبديل كان اضطراري في أولى الدقائق. عبدالله غانم بديلا لطبعا المدافع عيسى سانتو. كرة تعود هذا عبدالله غانم يعود بالكرة مرة أخرى. الكرة بالرأس مباريات يوم أمس يعني كانت حسمت في الوقت الأصلي بالنسبة لشباب الأهلي دبي أمام العروبة الفجيرة وحتى لجأ الفريقان إلى أشواط إضافية. الجزيرة حسم الأمور أيضا في الوقت الأصلي وبالتالي نشاهد يعني الآن لقاء عجمان مع الشارجة وفي نفس التوقيت أيضا لقاء الإمارات مع نادي الوحدة حامل اللقب. ترجع الكرة مرة ثانية في نص الملعب. فاندر فييرا يرسل كرة لشوكوروف. شوكوروف طلب الكرة يأتي من فاندر ولكن أيضا الكرة تصطد وتعود لشوكوروف مرة أخرى اللاعب الأوزبكي. هنا فاندر فييرا لاعب سريع لاعب عنده إمكانيات كبيرة. الحسن صالح في الطرف الشمال هذه محاولة. حسن صالح للتواجد أيضا مع منتخب الإمارات الوطني في بطولة الخليج الماضي. هذه عرضية خطيرة ليوسف سعيد لكن أوهو التعامل مع الكرة لم يكن بالشكل المطلوب من يوسف سعيد. لم يسدد بالقدم اليسرى أراد الاستلام ومن ثم التسديد ولكن الكرة الماضية واللقطة الماضية كانت فيها التسديدة بعيدة كل البعد عن الخطورة على مرمى حارس المرمى. لذلك هي تتحول الآن إلى ضربة مرمى. كرة ترسل للأمام لكن هنالك أيضا صافرة والكرة تعود من جديد. خطأ الخطأ موجود الخطأ موجود والصافرة موجودة ولمصلحة نادي عجمان. 0-0 لا زالت الأمور هنالك في استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي بين الإمارات والوحدة. كرة ملعوبة وصل من جديد. الانطلاقة لا زالت قائمة وموجودة هنا لمصلحة نادي الشارجة. يرسل الكرة عالية. هذا الدور طبعا دور ال 16 ينتهي بالتالي يوم غد. لدينا ثلاث مباريات ايضا موجوده. العين مع الظفره، بنياس مع الوصل، النصر مع دبل فجيره. وبالتالي سيكون ختام دور ال 16 لكاس رئيس الدوله. هنا محاوله خطره خطيره التسديد الماضي خطيره جدا. فاندر فييرا لا زال يتسبب في خطورة كبيرة جدا. شايف الاستلام ومن ثم التسديد والكرة بالتالي مرت وعدت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب فاندر فييرا. تحية من مدربة عبد العزيز العنبري. يا مصال وجال ويا ما حقق البطولات مع نادي الشارجة إن كان في بطولة الدوري وإن كان أيضا في بطولة الكاس. والكرة ملعوبة للأمام خارج أرضية الملعب. هذا موديبو مايغا أحد أهم العناصر في بطولة الدوري مع نادي عجمان خاصة في الدوري لأن موديبو مايغا عنده 5 أهداف وسجل أهداف كانت حاسمة جدا حاسمة جدا بالنسبة لفريق أمام الوصل وكذلك يعني من أهمها طبعا أمام الوصل الفريق اللي كان متصدر في بطولة الدوري. لكن تغيرت الأمور. الصدارة المطلقة أصبحت للعين برصيد 28 نقطة والوحدة الذي قفز طبعا إلى المركز الثاني برصيد 26 نقطة بينما الوصل بعد خسارة الأخيرة أمام العين أصبح في المركز الثالث برصيد 25 نقطة. هذه هي أحوال دورينا وكما ذكرت يعني أندية الثلاثة التي
انفردت وابتعدت بالصدارة الأندية الثلاثة العين الوحدة الوصل وسعوا الفارق يعني ما بين الثالث الوصل وما بين الرابع النصر 7 نقاط أو 8 نقاط كاملة وبالتالي وكأن يعني الدوري أصبح المنافسة على الدوري أصبحت عبارة عن بطولة ثلاثية ما بين العين والوحدة وكذلك الوصل بأن التأخر باك كبير وواضح من أندية النصر الجزيرة شباب الأهلي دبي والفارق 8 نقاط كاملة هذه محاولة بالرأس من موديبو مايجا إلى خارج الملعب محمد الخديم في اللقطة الماضية هذا حسن زهران هذه المرة في هذه اللقطة وفي هذه المحاولة ولكن الكرة أيضا إلى ضربة مرمى 25 دقيقة أيها الأحبة في كل مكان الأمور لا زالت تشير إلى تقدم الشارجة بهدف مقابل لا شيء مرة أخرى بكاري كوني كرة تعود لحارس المرمى حارس المرمى بالنسبة لنادي عجمان حديث عن حمد خالد كرة للأمام ترجع مرة ثانية فيها محاولة وفيها استلام ولكن الكرة تعود من جديد نقلة للأمام هذه لمصلحة نادي عجمان الآن الكرة من محمد أحمد ولكن هنالك خطأ على شاهين في اللقطة والمحاولة الماضية هذا شاهين عبد الرحمن عرقل له اللاعب بكاري كوني ونادي عجمان بعد أن كان مهدد حقيقة في بداية الموسم بعد 4 جولات لم يحقق فيها الفريق أي نقطة لكنه بعد ذلك انتفض وأصبح ثامنا برصيد 13 نقطة وأصبح في وضعية أفضل بكثير مما كان عليه الوضع هذه خطرة للأمام ولكن أيضا بتتخلص الكرة تعود والانطلاقة موجودة وعجمان يبحث عن التعديل هنا استلام هنا كرة في منطقة الجزاء التسديد والكرة تستطف المدافع ويوسف سعيد يقود هجمة للشارجة الآن هجمة شرجاوية في هذه اللحظات الكرة إلى أين؟ إلى نادي عجمان في هذه اللقطة هنا الكرة تعود مرة أخرى خطيرة ولكن الصافرة موجودة وبالتالي اللقطة الماضية فيها تسلل القادري يشير إلى وجود هذا التسلل شايف هذه أيضا أحد اللقطات والتسديدة اللي كانت من راشد مال الله بينما هذه الكرة اللي أشار فيها المساعد الثاني إلى وجود التسلل عجمان في موسم 83-84 الفوز على النصر في المباراة النهائية وتحقيق اللقب الأول والوحيد بالنسبة لنادي عجمان لكن أول ألقاب الشارجة كانت في موسم 78-79 على حساب نادي العين بطبعا ركلات الترجيح بعد أن كان التعادل 1-1 هو السيد الموقف ما بين الفريقين وبعد الأشواط الإضافية فاز نادي الشارجة بركلات الترجيح موديبو مايجا أما آخر لقب للشارجة فهو كما ذكرت موسم 2002-2003 أيضا كان بركلات الترجيح بعد التعادل مع الوحدة 1-1 يومها فاز الشارجة بركلات الترجيح هذا مال الله باللقطة الماضية لكن تتحدث عن بطولة الكاس والانطلاقة لهذه المسابقة موسم 74-75 والبداية التي كانت ب 12 نادي تكلم عن الأهلي الوصل عجمان الشباب نادي أبو ظبي اللي في النهاية صار دمج يعني ما بينه وما بين نادي الإمارات وتأسس يومها نادي الوحدة في عام 84 أيضا الشارجة العين الشعب
طبعا العربي، الجزيرة، النصر، هذه ال 12 نادي اللي كانت قد شاركت في أول نسخة، في أول نسخة وفي أول موسم في 74-75. ونادي عجمان أيضا ما يحسب لهذا النادي بأنه كان طرفا في أول مباراة في تاريخ بطولة الكأس، كان ذلك يوم 20 مارس 1975، المباراة اللي جمعت الوصل مع عجمان وفاز فيها على فكرة عجمان 3-2، ويومها كان علي سعيد هو صاحب أول هدف في تاريخ بطولات الكأس في الدقيقة 22. هذه نبذة عن النسخة الأولى وعن الانطلاقة الأولى، لكن بعد ذلك طبعا الفرق التي وصلت إلى الدور الحاسم هي 6 أندية، طبعا 6 أندية تم تصفية الأندية من 12 إلى 6 أندية. الفوز اللي كان والوصول بالتالي لأندية الأهلي، شارجة، النصر، الوصل، نادي عمان ما هو يسمى بنادي الإمارات حاليا، ونادي الوحدة، وبالتالي النهائي اللي جمع طبعا الأهلي مع النصر، وفاز النصر أو فاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. هذه كرة لكن لا زالت خطرة لمصلحة عجمان، وحارس المرمى، حارس المرمى محمد صالح وأحمد عيسى هم من سجلوا أهداف النهائي، ويوم ما كان طبعا الهداف هو محمد سهيل الدكتور 5 أهداف. هذه كرة، هذه كانت نبذة عن أول نسخة وأول بطولة في مسابقة الكأس موسم 74-75. تعود الكرة والمحاولة من جديد، من المفارقات أيضا في بطولة الكأس أن في موسم 75-76 لم تستكمل البطولة لأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على الدولة في ذلك العام يعني تسببت في عدم صلاحية الملاعب لم تستكمل. الأهلي كان بطل أيضا في النسخة الثالثة في عام 76-77 وعام 77-78 أيضا لم تستكمل البطولة، مرتين لم تستكمل البطولة. تعود الكرة والمحاولة من جديد، استلام حسن صالح، الكرة لا زالت حاضرة وموجودة، يبقى هدف ولتون سواريز أيها الأحبة بعد نص ساعة من انطلاقة المباراة، هو هدف المباراة الوحيد، الكرة ملعوبة. طبعا اللي يصعد يعني من دور ال 16 لدور الثمانية راح تنتظر أيضا قرعة، ما في جدول معد مسبقا وليس هنالك يعني قرعة موجهة، ولكن في كل دور تكون هنالك يعني قرعة مستقلة. الفرق اللي ستتأهل إلى دور الثمانية، الأندية الثمانية ستجرى فيما بينها قرعة، وبالتالي يعني حتى الفريق اللي تأهل لا يعرف من سيلاقي. هذه من ضمن التعديلات اللي تم إقرارها لبطولة الكأس في هذا الموسم، العديد من التغييرات التي تتم في بطولة الكأس. الهدف والفكرة هي التطوير، ونتمنى أن يكون ذلك ما نشاهد على أرض الواقع. تصل الكرة مرة أخرى لمصلحة نادي عجمان، بعض المحاولات، بعض الكرات، لكن أيضا لم نشاهد الرغبة الحقيقية ولم نشاهد الخطورة الحقيقية لنادي عجمان أمام المرمى الشرجاوي. أحمد ديدا لم يعتبر في هذا اللقاء حتى اللحظة. تعود لشوكوروف، لمسة في وسط الملعب تتحول إلى الجهة اليسرى عالية للأمام، هذه الكرة فيها محاولة لكن إلى خارج أرضية الملعب، الكرة عدت إلى خارج أرضية الملعب لعجمان، الكرة بتتخلص، تصل مرة أخرى. كلا الفريقين لم يخسر في الدوري في انطلاقة الدور الثاني، عجمان تعادل مع الجزيرة والشارجة فاز على النصر، وهذه تعتبر بداية إيجابية جدا للفريقين في الدور الثاني. هذا هو مديبو مايكا والدفع اللي كان
في هذه اللقطة على محمد جابر كما أشار طبعا حكم المباراة غير راضي. موديبو مايقا صاحب الأهداف الخمسة كما ذكرت وهو هداف نادي عجمان في بطولة الدوري. تعود الكرة والمحاولة من جديد بينما هداف نادي الشارجة هو ويلتون سواريز. ويلتون سواريز عنده 4 أهداف. تعود الكرة مرة أخرى. كأس رئيس الدولة اللي بدأ طبعا بالتصفيات التمهيدية والتي جمعت أندية دوري الدرجة الأولى وضمت 12 نادي تم توزيعها على مجموعتين وصعد من المجموعة الأولى الفجيرة والعروبة ومن المجموعة الثانية اتحاد كلبة وبنياس لتنضم هذه الأندية الأربعة إلى 12 فريق التي تشكل أندية الاحتراف في بطولة الدوري ويصبح المجموع بالتالي 16 فريق. هنا انطلاقة من جديد السريع دائما وابدا حاضر موجود هذه خطرة طالت عليه الكرة صاحب الهدف الأول ويلتون سواريز بعد تمريره من فاندر فييرا. هذا فاندر فييرا لعبها بالنظرة بالتمريرة الصحيحة لكن الكرة أيضا طالت على زميله. شايف شوف النظرة يا سلام من بين المدافعين لكن أيضا الكرة طالت على ويلتون سواريز وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى. كرة فيها استلام من عبد الله غانم. تقدم عرقلة سطرة من قبل حكم المباراة. هذا عبد الله غانم. أيمن الرمادي لا شك يبحث عن التعديل عن العودة يلعب هذه المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية. عودة طبعا الهداف مايقا في لقاء اليوم لا شك إضافة كبيرة لخط الهجوم لكن غياب أيضا حسين عبد الرحمن اللي يغيب بالتالي عن نادي عجمان في هذا اللقاء بعد إصابته في التدريبات. شارجة اللي التقى مع عجمان مرتين في الفترة الأخيرة الأولى طبعا اللي كانت في الدوري خسرها نادي عجمان 1-0 والثانية كانت مباراة ودية وفاز فيها أيضا نادي عجمان وبالتالي هنالك نوع من التكافؤ والندية بين الفريقين بين العناصر الموجودة في كلا الناديين. خطأ لمصلحة نادي الشارجة. التنفيذ هنا عن طريق فاندر فييرا يرسل الكرة عالية ولكن حارس المرمى حمد خالد في اللقطة الماضية يسيطر على الكرة. تعود الانطلاقة من جديد يا خطورة ضربة جزاء لمصلحة نادي الشارجة. بلنتي والشارجة أمام فرصة لتعزيز هذا التقدم. شايف هذه لقطة حارس المرمى والكرة التي خسرها المدافع ولذلك شوف الانطلاقة في منطقة الجزاء المراوغة وقع في المحظور. نعم في المحظور. شوف سيف هو من عرقل ومن تسبب في عرقلته هو مال الله في اللقطة الماضية وفي الكرة الماضية ولذلك الصافرة موجودة والبلنتي موجود ونادي الشارجة على أهبة الاستعداد عن طريق فاندر فييرا. هل يضعها في المرمى؟ هل يسجلها؟ هل يعطي الأفضلية لفريقه؟ فاندر فييرا أمام الحارس. فاندر فييرا الثاني للشرجاوي، الثاني لملك الكأس، الثاني هنا عن طريق ضربة الجزاء. فاندر فييرا بعد ويلتون سواريز يضع الشارجة في أفضلية مريحة نسبيا وفي تقدم مريح مع المدرب عبد العزيز العنبري. الشارجة يسجل الثاني عن طريق ضربة جزاء. هكذا هي الأوضاع تسير بالنسبة لصاحب الألقاب الثمانية
لصاحب البطولات الثمانية في مسابقة الكاف. فاندر فييرا من ضربة الجزاء وضع الكرة في زاوية وحارس المرمى في زاوية ليعلن عن تقدم فريقه بالهدف الثاني في هذه المباراة. 2-0 تصبح النتيجة الآن. 2-0 تصبح النتيجة الآن. ازدادت الامور صعوبة على نادي عثمان بطبيعة الحال. واذ نقترب من نهاية شوط المباراة الاول فان نادي عثمان مطالب على الاقل بتسجيل هدف تقليص الفارق في هذا الشوط حتى لا تتعقد المهمة على الفريق بشكل كبير في الشوط الثاني. في الشوط الثاني هذه كرة ملعوبة ومحاولة تتجدد عن طريق إيدلسون. أكيد الآمال معقولة أو معقودة على موديبو مايكا. إيدلسون أيضا على بكاري كونيم في العودة لنادي عثمان مرة أخرى. كرة للأمام لكن شوف خطأ المدافع. اقتناص الكرة من سيف راشد ثم بعد ذلك التمريرة. هذا موديبو مايكا البحث عن العودة. البحث عن العودة ولكن الكرة أبعدها شاهين. أبعدها شاهين في اللقطة الماضية. أبعدها في اللقطة الماضية. كما ذكرت الخطأ اللي كان موجود وعرقلة عبد الله مال الله للاعب في منطقة الجزاء. وهذه ضربة ركنية ملعوبة بالراس. الله كاد عثمان أن يسجل الأول عن طريق موديبو مايكا. كرة خطيرة لكن ديدا ينقذها في الوقت المناسب وبالتالي تتحول إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية عالية في منطقة الجزاء. هذه بالراس. عثمان ناوي على تسجيل هدف تخليص الفارق خطير جدا في اللحظات الماضية ولكن أيضا الكرة أبعدت من دفاعات نادي الشارجة تحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو كابتن الفريق عبد الله مال الله في اللقطة الماضية أبعدها لكنه أيضا في لقطة سابقة عرقل المهاجم الشرجاوي ليحصل بعد ذلك الشارجة على ضربة جزاء. رمية تماس. رامي التماس عبد الله غانم الى فاندر فييرا. مقطوع الكره لمصلحه ايدلسون. موديبو مايكا الان. موديبو مايكا ولكن الكره لحارس المرمى ديدا. لقطه اللي ننتظر اعادتها. تصدي ديدا لراسيه مايكا. الكره اللي كانت خطيره جدا خطيره جدا كان ممكن يسجل من خلالها نادي عثمان هدف تقليص الفارق لكن الكره ابعدت بعد ذلك الى ضربه ركنيه. حسن زهران يبعد الكرة تعود بالخطأ لفاندر فييرا. فاندر مررها في الجانب الأيمن. هنا يوسف سعيد عرضية موجودة ولكن المدافع أيضا يبعدها والكرة لمحمد الخديم. شوف الانطلاقة السريعة الكاونتر اتاك هنا الآن عن طريق رقم 10 يبحث عن موديبو مايكا عرضها لفواري ولكن أيضا كرة اللاعب بكاري كوني مقطوع. شوف الانطلاقه الان السريعه سريعه سريعه للسريع سريعه للسريع وحارس المرمى حمد خالد ينقذ مرماه من هدف ثالث. من هدف ثالث خطير جدا الشارجه في المرتدات. خطير جدا خطير جدا هذه الكره ايضا الى ضربه ركنيه الان من المدافع بالخطا من المدافع بالخطا لكن شوف هذه الراسيه هذه الراسيه هذه الراسيه اللي كانت خطيره من على الخط تماما ديدا ينقذها يبعدها وبعد ذلك حارس المرمى حمد خالد يتصدى لتسديده قويه من ويلتون سواريز وينقذ مرمى من هدف ثالث في هذه المباراه. لحظات اخيره فيها من الاثاره وفيها من السرعه من المتعه ما بين الفريقين. ضربه ركنيه لمصلحه نادي عثمان. ضربه ركنيه لمصلحه نادي عثمان ملعوبه. هذه الكره وين بعيده تماما على القائم البعيد وتحولت بالتالي من ضربه ركنيه الى ضربه مرمى لمصلحه نادي الشارجه. هذا هو طبعا ويلتون سواريز صاحب الهدف الاول. شايف كان ممكن يسجل الثالث كان ممكن يسجل الثالث لولا براعة حارس المرمى. ويلتون سواريز احد افضل الاسماء حقيقة اللي انتدبها الشارجة مع فاندر فييرا. لاعبان يقدمان الاضافة بالنسبة لنادي الشارجة. كرة من ديدا عالية للامام
بالراس ملعوبة، تصل مرة أخرى لمصلحة الشارجة، لكن هنالك خطأ، خطأ في التمرير من شاهين. عبد الله غانم، الكرة تعود يوسف سعيد إلى شوكوروف، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أيمن الرمادي يتأخر بهدفين في شوط المباراة الأول. كيف ستكون الأمور في الشوط الثاني؟ هل يتمكن من العودة؟ هنا الكرة مرة أخرى تصل إلى إيدلسون، إلى إيدلسون، ثم في الجانب الأيسر الآن لمصلحة عجمان. عالية الكرة، خطيرة، وقفها الخديم، ولكن الكرة بعد ذلك من سيف راشد. هنا ساطرة وخطأ، الصافرة موجودة، الحسن صالح يوقف الكرة الماضية لكن بخطأ. لقطة كانت ما بينه وما بين أيضا اللاعب محمد الخديم، بالتالي خطأ لمصلحة نادي عجمان في اللحظات الأخيرة، في الدقيقة الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول. شوط المباراة الأول، شارجه متقدم بهدفين مقابل لا شيء. هنا الركنية الآن، هنا الركنية أو الخطأ، هنا الخطأ والكرة ملعوبة، ولكن أيضا الكرة تبعد وخطرة، لكن إلى ديدة في نهاية المطاف. عديد من لعيبة نادي عجمان، حسن زهران، موديبو مايغا يمتازان بالقامة الطويلة، لكن الكرة الماضية أيضا أبعدت. شوكوروف مررها، انطلاقة سريعة للحين في الجهة اليسرى من أرضية الملعب، لا زالت خطيرة للشارجة الآن. شوكوروف مررها إلى فاندر فييرا، يبحث عن التسديد، حكم المباراة يشير إلى الاستمرارية، المرتدة لمصلحة عجمان. بكاري كونيه، بكاري مررها الآن في الجانب الأيسر إلى إيدلسون، إيدلسون يحاول، إيدلسون الكرة معاه، الانطلاقة معاه، الكرة معاه، اللقطة معاه، ولكن أيضا الكرة تعود والتسديدة تصطد في المدافع. محاولات، كرات، ودقيقة كوقت بدل ضايع. يوسف سعيد ينطلق، يوسف يتقدم، لكن يعقل في اللقطة الماضية. صافرة وخطأ، صافرة وخطأ، شايف هنا لحظة التقدم والانطلاق والمراوغة والسقوط، شايف هذه الكرة فيها تدخل، فيها تدخل من عبد الله مال الله، لكن حكم المباراة أشار إلى الاستمرارية، أشار إلى الاستمرارية، وبعد ذلك الخطأ في هذه اللقطة يحتسب من قبل حكم المباراة. وبالتالي الدقيقة أيضا تنتهي، الدقيقة تنتهي، والإنذار موجود على اللاعب حسن زهران. حسن زهران يتحصل على إنذار، بطاقة صفراء في هذه اللحظات للاعب نادي عجمان. الدقيقة انتهت، نلعب في الدقيقة الثانية، والخطأ بالتالي سيكون هو المحطة الأخيرة من شوط المباراة الأول. الكرة ملعوبة لشوكوروف، الصافرة تأتي، نعم، في هذه اللحظات. أيها الأحبة في كل مكان عبر دبي الرياضية، نهاية شوط المباراة الأول بنتيجة مريحة نسبيا للشارجة بهدفين مقابل لا شيء على نادي عجمان في دور ال 16 من مسابقة كأس السيدي صاحب السمو رئيس الدولة. ننتظر شوط المباراة الثاني، لكن حتى ذلك الحين استراحة قصيرة، نلتقي بعدها وإياكم. هذه أجمل تحياتي، عبد الله السعدي، إلى اللقاء. مع مجموعة أغلبها مجموعة شابة، لكن ايضا هذا بالنسبه للامارات. الامارات كان يلعب باسلوبين، اما الضغط او التحول السريع ورده الفعل بهجمه مرتده سريعه جدا، ولكن لا تكرر بشكل مستمر، ودائما المحرك الحقيقي ساشا، ودائما في تعاون وتفاهم نوعا ما محدود الى حد كبير جدا مع معاوي. هذه يمكن الفرصه الحقيقيه الوحيده بالنسبه للامارات، ونفذت بشكل رائع جدا، بشكل مدروس. الأمر الآخر، دائما محمد أي مواجهات فردية دائما تغلب للوحدة في
خالد قدم مباراة تكتيكية عفواً على مستوى عالي جداً. المشاركة بالنسبة للنقل والتحول بشكل جماعي بأقل عدد من اللمسات، التحضير دائماً للعرضية والأطراف، إتقان في العرضية وجمال في التعامل مع المرمى، كان تنفيذ تحتاج قوة أكبر بالنسبة لإسماعيل. لكن هذا الأمر أيضاً مع أحمد مال الله دائماً يتكرر، المهاجات الفردية دائما يتفوق فيها خالد، وهذا ايضا يعطي ضعف ومحدوديه بالنسبه للحلول الهجوميه بالنسبه للامارات. لكن الوحده ممتع محمد، رائع جدا في التمرير، في التحول، في الانتقال بشكل سلس منطقي الى حد كبير جدا. تتكرر محمد دائما تتكرر بنفس الاسلوب بنفس النهج، هو استخلاص بدون اخطاء واعاده تنظيم ممتازه في الوحده محمد. طيب. صراحة استمتعنا، لكن هذا الأمر تكتيكي أقول لك بالنسبة للوحدة. دائما في تفريغ للمساحة، دائما في الأقل لاعب من الوحدة يكون خالي من الرقابة، ودائما إسماعيل كان يلعب بهذا الدور. حتى لو كنا احنا مثلا نتساءل الناس هل عنده القدرة إسماعيل أن يتمركز في هذا المكان، لكن رائع جدا. لو ترجع بعد شوي محمد دائما نشوف الوعي والذكاء. بديهيا أنت راح تشاهد سباستيان في الأمام، خلنا نرجع شوي مهند شوي لو سمحت. سباستيان دائما في الامام وفي رقابه عليه، لكن الخطوره من وين دائما محمد؟ التحرك من قبل الكره، تحرك من احمد العكبري او محمد العكبري، واحد منهم يضم اعتداري، نسخه طبق الاصل من الهدف الثاني على في الجوله السابقه بشكل رائع جدا. كانت العرضيه من خالد بوزير وتعامل رائع جدا من العكبري، فتصور فريق بنهج رائع الى حد كبير جدا. لا نبغي حاله بالفجيره، شوف التحرك هذا محمد، دائما اشغال المدافعين من خلال سباستيان والوعي الموجود، تحرك العكبري بشكل في توقيت ممتاز في مكان اكثر من رائع. تبقى هي المساله التعامل مع المرمى، يحتاج الوحده هدف بس يثمن وتكون نتيجه واقعيه. هذا الهدف محمد دائما بنفس الاسلوب، استخلاص من غير اخطاء، تمركز بيلعب بنفس الاسلوب، ها ثلاثة في الخلف. وحتى لو كنا احنا نتحدث عن مخاطره، لكن هذا واقع وجميل انك انت تعزز في اللاعبين مساله المرونه اللامركزيه، التحرك بشكل رائع جدا، استخلاص، تمرير، دائما في تفريغ للاعب اللي ممكن يحقق التمريره. هذا بنفس الاسلوب، هذا العكبري، ها تسليط الضوء، تمرير رائع جدا في المكان الصحيح، عرضيه رائع بنفس الاسلوب. سباستيان في شغال مدافعين والعكبري في التحرك، رائع الوحدة. جميل. بنتحدث عن المجازفة من الإمارات، بس بننتقل للمباراة الأخرى بين عجمان والشارقة. محمد الشوط الأول أسوأ شوط لعجمان. لعجمان. من بداية الموسم. نعم. من ضريب هو ضريبة اللعب بتشكيلة جديدة. كابتن أيمن رمادي ينظر لي من منظور آخر، ينظر لأن هاي المباراة كأنها مباراة إعداد لشباب الأهلي في الدوري، هو ينظر للدوري كأهمية والبقاء في دوري المحترفين، بالنسبة لكأس رئيس الدولة مو بهذاك الأهمية. احنا اخذنا الهدف الأول للشارجة، الشارجة اليوم طلع بصورة جدا جميلة، شفنا تحرك ولتن من بين المدافعين بهاي الطريقة الجميلة، والثرو اللي تم لعبه من سيف راشد كان جدا جميل. الهدف تحرك سريع، تفاهم، تبادل مراكز، اختراق ما بين المدافعين، هدف جميل سجله فريق الشارجة الأول، هدف جدا جميل، وأضافه بعده بعد الثاني. نلاحظ شوف أول شيء ضغط قطع الكرة، ثاني شيء التحرك السريع ما بين المدافعين، خلاص المدافعين استسلموا، مدافعين عجمان، أن سرعته لم تعطي الفرصة لمدافعين عجمان للحاق بهذا اللاعب، اللاعب سريع. أيضا التمرين كانت جدا جميلة، بينية في مساحة خالية أمام لاعب متميز، هداف قوي، سجل هدف وأضاع أكثر عن هدف. اليوم فريق الشارجة يلعب بطريقة جميلة جدا في قطع الكرات من نص الملعب والاعتماد على الهجمات السريعة. بكل أمانة من المفترض أن فريق عجمان يعني ضيع يمكن هجمة أو هجمتين أو محاولتين، مع ذلك شفنا أن فريق الشارجة قطع الماء والكهرباء عن فريق عجمان. ما نرى عجمان بهذه الصورة، لما نرى مايغا، ادلسون، بكاري كوني، ست لعيبة جداد اليوم في التشكيلة،
تقريبا اكثر عن نصف الفريق كابتن الرمادي مغيرهم. هاي هذه التغييرات اكيد يعني بتعكس المستوى الفني لفريق عجمان. الشوط الاول 2-0 اعتقد انه حتى بقى حيدروف في الاحتياط من قصد انه ما يبغى يزج بهذا اللاعب اساس انه ما يتعور للمباراه القادمه، يلعب بثلاثه جانب فقط. فشوط فنيا غير جيد، الكلام كله لفريق الشارجه، الكلام كله للعنبري، يستحق الاشاده في الشوط الاول، متقدم بهدفين، هدف جميل كثرو والهدف الثاني من ضربه جزاء اضاع اكثر عن فرصه ومحاوله. كان في تكتيك واضح من العنبري، في هناك اصرار من فريق الشارجه، في هناك اعاده التشكيله والتفاهم والتلاحم ما بين فريق الشارجه كان واضح جدا اليوم. هل ممكن ان يتغير شيء في شوط المباراه الثاني بالنسبه لعجمان، ام تتصور ان المباراه انتهت من شوط المباراه؟ انا رايي من اللي شفنا اللي شفته تقريبا المباراه انتهت، لكن تبقى كره القدم فيها يعني محاولات وفي هناك لا شك، بس المؤشرات تقول مؤشرات تعطينا الشارجه انه هو اللي بيحسم. لكن هل من المنطقي انه يلعب باسماء جديده وهو في بطوله ممكن جدا انه يبحث او 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 يصل الى مراحل متقدمه جدا؟ كابتن هو بالنسبه له الاثقل والاهم الدوري والبقاء في دوري المحترفين، الهدف هو البقاء. انت مهما كان بس مهما رحت يعني فوق، بس انا انا وجهه نظري انت اليوم اذا بتريح لعيبه وبتريح لعيبه في الجانب الدفاعي، ريح المحترفين ايضا، ريح واحد منهم، مو بلازم تلعب بالثلاثه كاساسيه. اليوم ريح واحد او ريح اثنين من المحترفين وزج فيهم في اخر 20 دقيقه، عطم يعني. اليوم إذا أنت بتظهر بهذه الصورة في شوط المباراة الأول وبتريح لعيبة وبتظهر بصورة غير جيدة في شوط المباراة الأول، كملها وريح المحترفين. شوف هو ينظر من ناحية التوازن، يعني أنت لازم بتلعب بتلعب على الأقل 2 أو 3 من الأجانب، بتدخل بدلة. أنا ألعب بأجنبي واحد وأبدله في شوط المباراة الثاني بأجنبي آخر، ولعب 2 مواطنين خلفه، أعطي فرصة أيضا للمواطنين. وجهة نظرك، بس هو كمدرب عارف فريقه ويدرب فريقه وعارف إمكانياته وعارف أنهم البدلاء لازم، يمكن في أكثرهم ما لعبوا مباريات كثيرة، فهي فرصة أنهم في مباراة مثل مباراة الشارجة يعطيهم يلعبون. الشوط الأولي ما طلع بصورة جيدة، احتمال كبير الشوط الثاني يتغير فريق عجمان، لكن كمردود ما شفنا المردود، ما شفنا أنه شفنا أكثر عن حالة. كان بكارو كان يستلم الكرة من المدافعين، كان فريق الشارجة عامل بلوك محين، عبد الله غانم اللاعب الأوزبكي الجديد شكروف عامل يعني عاطي انطباع جدا في خط الوسط، أيضا الحسن صالح شاهين. فريق الشارجة اليوم فريق متميز، شوط جدا ممتاز، تقدم هدفين، أعتقد أن النتيجة رايح لفريق أنا أشوفه منطقي. أبو عبد الله أنك أنت عندك استحقاق اليوم مهم جدا، تلعب مع شباب الأهلي، عندك حتى عندك دبا قبل حتى تصور مباريات مصيرية جدا، فمهم جدا أن تكون الحالة البدنية والفنية بالنسبة للاعبين في أفضل جاهزية، حتى لو ممكن غامرت نوعا ما بمثل ما تفضل. هو أكيد أنه في توازن في من خلال وضع التشكيل، لكن أتصور أنه منطقي واقعي إلى حد كبير. نعود للإمارات مع الوحدة. الإمارات ما فعل دور الهجمة المرتدة في شوط المباراة الأول بصورة كبيرة، لأن اليوم في النهاية طريقة الوحدة طريقة فيها مجازفة بنسبة كبيرة، يعني في الكاس رجيكام شجاع حقيقة أن يلعب بهذا الشكل في الكاس. في الدوري ممكن، لأنه ممكن تقبل هدف وتعوض، بس في الكاس ممكن تقبل هدف وما تعوض، إذا ما عوض تخرج من البطولة. لذلك اليوم الإمارات نقص الفعالية الكبيرة في 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 جانب الهجمة المرتدة، لأنه ممكن تشكل خطورة على دفاع الوحدة. محمد ما شاهدناه بنسبة كبيرة. شوف غياب الهجمة المرتدة بالنسبة للإمارات تصور لغياب الأدوات، ما يملك الأدوات نور الدين. ساشا يقف وحيدا في الأمام، كثير من الأحيان نجد نفسه وحيد بين مجموعة لاعبين. أتصور يعني صعب جدا إلا إذا كان في بعض الاجتهادات، مثل ما نشاهد أن أحمد ملغ اللي كان قليل جدا في خطورته وفي تأثيره. بالمجمل محمد، الوحدة يستحق على الأداء هذا هدف، لكن أتصور الشوط الثاني راح يكون جدا حذر، حتى لو كان الإمارات دفاعاتها ممكن فيها كثير من التهاون والضعف، لكن هجومه ممكن يكون خطر جدا إذا ما عاد أحمد مال الله للمباراة، وأيضا الحذر ثم الحذر في التعامل مع ساشا. الوحدة رائع جدا. ليش ما سجل؟
يمكن الحظ نوعا ما محمد كان قريب جدا، كل كرات تأتي سهلة جدا مع حارس المرمى، توفق إلى حد كبير جدا بالتمركز، لكن يحتاج أكثر حسم في التعامل مع المرمى. هدف واحد أتصور راح يكون بداية لأهداف كثيرة جدا على الإمارات. تأخر التسجيل ممكن يشكل ضغط على الوحدة ولا الأمر عادي؟ طبعا أكيد أكيد أكيد. شوف أكيد. تغييرات بالنسبة للسيد رجا كامب أيضا، الباسط محمد عبد الباسط وخالد كان سبب خالد في تسجيل هدف رائع جدا أمام دبة. يحتاج نشاط في وسط الملعب، يمكن إسماعيل قد يكون واحد من الخيارات. التنشيط وسط الملعب معناته أنه إسماعيل أحد الأخوين العكبري. العكبري ممكن أقرب محمد العكبري، ممكن أقرب أشوفه محمد أو أحمد نوعا ما، لكن هو يبحث عن امتلاك وسط الملعب، عن استحواذ إلى درجة كبيرة جدا، لكن الهدف أتصور مسألة وقت بالنسبة للوحدة. بس محمد أعتقد أنهم هم يعني 0-0 نتيجة بالنسبة للإمارات ممتازة إيجابية. فهني ممكن يعني أنت تحصل على ضربة جزاء، تحصل ما تعرف شو. شو أقول لك، المرتدة جدا خطيرة على الوحدة. يعني اليوم في مباريات الكاس أنا أقول لك رجيكام مجازفة كبيرة. صح. شجاعة هي تحتاج شجاعة، لكن في مباريات الكاس هجمة مرتدة ممكن تأخذ منها ركلة جزاء وتنهي المباراة. حتى لو سجل محمد الإمارات في أخطاء كبيرة جدا في النهج الدفاعي، نظام أتصور الدفاعي يحتاج كثير من العمل. كل العرضيات يتفوق فيها مهاجمي الوحدة. صح. الاختراقات حاضرة. أتصور يعني صعبة جدا على الإمارات. شكرا لك كابتن خلف سالم، شكرا لك كابتن يوسف عزير. ننتقل مشاهدي الكرام لمتابعة الشوط الثاني من لقاء الإمارات مع الوحدة بصوت الزميل علي سليمان، وهناك على الجانب الآخر على دبي الرياضية ثانية تتابعون الشوط الثاني من لقاء عجمان مع شارقة بصوت الزميل عبد الله السعدي. طبعا عجمان مع شارقة لاعبين لم ينزلوا حتى الآن إلى أرضية الملعب، ولكن تتابعون اللقاء على دبي الرياضية الثانية مع دبي الرياضية الأولى لقاء الإمارات مع الوحدة. نتمنى لكم متابعة طيبة عبر باقتي قنوات دبي الرياضية. علي سليمان وعبد الله السعدي تفضل لكم الكلمة. الرحمن الرحيم، سيداتي أنساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر دبي الرياضية، شوط المباراة الثاني من لقاء عجمان والشارجة
لحساب دور ال 16 من مسابقة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. مباراة انتهى شوطها الأول بتقدم الشارجة بهدفين مقابل لا شيء. أول الأهداف عن طريق ويلتون سواريز، ثم بعد ذلك الهدف الثاني يأتي عن طريق ضربة جزاء سجلها اللاعب فاندر فييرا في زمن شوط المباراة الأول. الشوط الأول الأفضلية كانت واضحة للشارجة من ناحية طبعا الأهداف أكيد، ومن ناحية أيضا الاستفادة من الكرات المرتدة والفرص التي تتاح أمام مرمى حارس نادي عثمان حمد خالد. هنا الأوزبكي الشكروف الوافد الجديد لنادي الشارجة، وبعد انتهاء فترة الميركاتو العديد والعديد أيضا من الأسماء التي حضرت في الأندية هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا حكم المباراة يعقوب الحمادي الذي يستعد الآن لإطلاق صافرة بداية أحداث شوط المباراة الأول. يساعد مسعود حسن كمساعد أول، عامر القادري كمساعد ثاني، وعبد الله ناجي كحكم رابع. ضربة البداية أيها الأحبة في كل مكان عبر دبي الرياضية، هذه أجمل تحياتي عبد الله السعدي. إذن بداية المباراة في الشوط الثاني تبدأ بتبديل بالنسبة لنادي عثمان، خروج اللاعب محمد أحمد ونزول اللاعب الأوزبكي عزيز بيك حيدروف. حيدروف إذن إلى أرضية الملعب بديلا لزميله محمد أحمد في تبديل يأتي من المدرب أيمن الرمادي في ظل وجود تبديل كان اضطراري لعبد العزيز العبري مع انطلاقة المباراة في شوطها الأول. خروج عيسى سانتو في الدقائق الأولى من عمر المباراة ودخول اللاعب المدافع عبد الله غانم. تعود الكرة من جديد، فاندر فييرا يرسل الكرة في الجانب الأيمن، يوسف سعيد انطلاقة، ولكن التدخل موجود من سعود. سعود سعيد خلص الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وبالتالي رمية أو ضربة ضربة ركنية. هذه نتيجة في ظاهرها نتيجة مريحة نسبيا بالنسبة لنادي الشارجة، ولكن في مباريات الكؤوس خاصة أقول في مباريات الكؤوس الأمور لا يمكن أن تنتهي إلا مع صافرة النهاية. كرة عالية ولكن مرت اللقطة ومرت الكرة من فاندر فييرا اللي حاب يلعب الكرة بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. شوف هذه هي الآن كانت من فاندر فييرا اللاعب البرازيلي لاعب الوسط المهاجم صاحب 29 عام، وهو اللاعب الذي ولد في ريو دي جانيرو البرازيلية، واللاعب الذي سبق وأن لعب في طبعا فلامينغو وأمريكا هنالك في المكسيك، ولعب أيضا طبعا في نادي أبويل القبرصي قبل أن ينتقل لنادي الشارجة بداية الموسم. هذه لحظة مرور، لحظة عبور، ولكن أيضا السقوط على أرضية الملعب من سيف راشد في اللقطة والمحاولة الماضية. الكرة مرت وعدت، وبالتالي تتحول من جديد. شايف سيف راشد في اللقطة والمحاولة الماضية. الكرة بالتالي اللي فيها خطأ لمصلحة نادي الشارجة من محمد جابر، ولكن أيضا تعود لمصلحة نادي عجمان. لمصلحة نادي عجمان هذه الكرة ملعوبة إلى إيدلسون ديميلو، صعد بالفريق من دور الدرجة الأولى إلى طبعا دور المحترفين، كان أحد العناصر البارزة. هذا هو البرازيلي ديميلو، واللي كان على فكرة لاعب في نادي الشباب قبل أن يحدث الدمج ما بين أندية الأهلي والشباب ودبي. كرة تعود مرة أخرى لعبد الله، عرضية خطرة هذه التي ينتظرها مايكا، ولكنها لم تأتي على رأس هذا اللاعب. كانت خطيرة جدا باتجاه طبعا مايغا اللاعب المالي، ولكن مايغا أيضا كما أشار المساعد الأول مسعود حسن هو في موقف تسلل.
في موقف تسلل في اللقطة والمحاولة الماضية، كرة عالية للأمام وصلت من جديد لكن تتحول إلى خارج أرضية الملعب، الكرة خارج أرضية الملعب، الكرة والمحاولة الماضية مرت وبالتالي تعود رمي التماس لمصلحة نادي الشارجة. كرة مرة أخرى للشارجة من جديد، شوكروف شوكروف وتبيك، والآن أيضا لدينا عزيز بيك، عيال بيك موجودين من طبعا أوزبكستان، وهذا طبعا أوتبيك كرة معه مررها، ولكن أيضا الكرة في اللقطة الماضية ما كان فيها تفاهم ما بينه وما بين زميله، لذلك الكرة الماضية قطعت من قبل لاعبي نادي عجمان، والانطلاقة موجودة من حيدروف ومن ثم الصافرة والخطأ لمصلحة الأوزبكي عزيز بيك حيدروف، سنوات طويلة أيضا قضاها طبعا في واحد من أكثر اللعيبة استمرارا في نادي واحد، وكان ذلك طبعا مع نادي الشباب، لذلك هو زميله أيضا إيدلسون ديميلو تزاملا مع بعضهم البعض في نادي الشباب سابقا، لكن شوف السريع فاندر فييرا الكرة معه، فاندر إلى سيف راشد، سيف بدل اللعب بأكمله في الجهة اليمنى باتجاه عبدالله غانم، عبدالله غانم الكرة معاه، هذه الكرة العالية في الطرف الأيسر، تبادل كروي جميل، المحاولة شرجاوية، وانتول حسن صالح، ولكن إلى خارج أرضية الملعب الكرة الماضية بتمر وأيضا بتعدي، كرة الماضية بتمر وبتعدي ولا زالت ايضا موجوده، والكره وين؟ هذه تتشال وتتخلص، وهنا يظهر ايضا في اللقطه محمد علي شاكر، شايف هذا الحسن صالح في هذه اللقطه، لكن التدخل اللي كان في الوقت المناسب وبالتالي رميه التماس، رميه التماس الموجوده لمصلحة الشارجة ولكن طالت إلى خارج الملعب على ويلتون سواريز صاحب الهدف الأول، ويلتون سواريز كاد أن يسجل هدف ثاني له شخصيا وثالث لفريقه في الشوط الأول لولا التصدي لحمد خالد حارس المرمى بالنسبة لنادي عجمان، كرة تعود بالرأس من فاندر فييرا، هنا فاندر فييرا وهنا أيمن الرمادي المدرب اللي كما ذكرت يعني كان يتحدث عن التوقيت الصعب بالنسبة لهذه المباراة، يأتي بعد ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام من لقاء طبعا في بطولة الدوري في الجولة الماضية الجولة رقم 12 وهي أولى جولات الدور الثاني، أولى جولات الدور الثاني من طبعا دور الخليج العربي، مباراة كانت يوم الجمعة الماضي تعادل فيها عجمان مع نادي الجزيرة 1-1، وتأتي أو إنذار آخر، وتأتي أيضا قبل أربعة أيام من لقاء شباب الأهلي دبي يوم الأحد القادم تاريخ 21 في بطولة الدوري، الحسن صالح يتحصل على إنذار الآن، إنذار كان في إنذار أيضا لحسن زهران في شوط المباراة الأول أيضا، والكرة فيها خطأ، الكرة الماضية فيها خطأ لا لمصلحة نادي عجمان، الشوط الثاني لازلنا في بداياته الآن 8 دقائق من انطلاقة شوط المباراة الثاني، والأمور لا زالت تشير إلى تقدم الشارجة من نتيجة الشوط الأول 2-0، هنا الخطأ الموجود وهنا حيدروف على التنفيذ، عزيز بيك على الكرة الثابتة، الكرة العرضية القادمة بالنسبة لنادي عجمان، هذه محاولة ملعوبة، يوسف السعيد هو من يبعدها هو من يتكفل بإبعاد اللقطة والكرة والمحاولة الماضية، عادت من جديد الانطلاقة إلى أين؟ هذه عرضية موجودة ولكن أيضا استلام، استلام تمريرة للأمام فيها خذوهات لا زالت حاضرة وموجودة، تسلل غير موجود والعرضية موجودة، والكرة ترجع مرة ثانية لمصلحة نادي عجمان،
هذه انطلاقة الآن للشارجة في محاولة للكرة المرتدة لمصلحة الشارجة، ولكن أيضا إبعاد وقطع الكرة. هنا بكاري كوني إلى موتيمو مايجا، مايجا لمها مررها إلى بكاري، عزيز بيك حولها في الطرف الأيمن، هنا حيث يتواجد محمد علي حسين، ولكن أيضا الكرة وين؟ الكرة أبعدها الحسن صالح بمبدأ الأمان إلى خارج أرضية الملعب، ولعبت بشكل سريع وعادت للشارجة مرة أخرى. يا سلام يا سلام يا سلام على اللمة، على المهارة، على السرعة، على التمريرة، أوتبي مرها شكروف هنا إلى ويلتون سواريز. ويلتون هو الآخر أيضا لاعب سريع، لاعب فنان، لاعب مهاري، يعني من أهم المكاسب حقيقة بالنسبة لنادي الشارجة. الاثنين شوف هذه اللقطة، شكروف يحاول فيها ولكن الكرة أيضا مرت، أيضا مرت اللقطة والمحاولة الماضية. هذا شكروف ولكن اللقطة والمحاولة الماضية أيضا عدت. وأيمن الرمادي المدرب الذي يبحث ويفكر في كيفية العودة، في كيفية العودة مرة أخرى إلى المباراة. هذا فاندر فيرا على التنفيذ في هذه اللحظات، فاندر فيرا خطيرة وخادعة وماكرة، لكن الدفاع يبعدها والكرة عن طريق حيدروف. الآن كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة نادي عجمان. سيف راشد كان في الكرة وفي اللقطة، وبكاري كوني أيضا يظهر في الموعد وفي المشهد، لكن في إبعاد الكرة والمحاولة الماضية. تصل الانطلاقة والمحاولة من جديد، لا تبديل على مستوى الأجانب طبعا بالنسبة لنادي عجمان، لكن بالنسبة لنادي الشارجة نشاهد شكروف الأوزبكي في المقابل بعد نهاية فترة الميركاتو اللي شهدت يعني العديد والعديد من الصفقات والعديد من الانتقالات، لربما أبرزها انتقال طبعا أحمد خليل من الجزيرة إلى نادي العين في صفقة انتقال. يا سلام على التسديد القوية، فاندر فييرا لاعب فنان، لاعب عنده إمكانيات، لاعب عنده قدرات. شوف التسديدة اعتلت المرمى، لكن حلوة 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 الكرة، حلوة الكرة، الولد لعيب عنده إمكانيات، عنده موهبة، عنده سرعة، عنده قدرات عالية جدا هذا الويلتر وهذا الفاندر فييرا. الاثنين ممتازين حقيقة في نادي الشارجة، ولكن لربما وضعية الفريق بشكل عام لربما لا تظهر كل الإمكانيات بالنسبة لهذين اللاعبين. رامي التماس، رامي التماس، شايف كلاهما سجل في هذا اللقاء. فاندر فييرا من البلنتي وسواريز قبل ذلك في دقيقة 16. ترجع الكرة من جديد لدفاعات الشارجة، عبد الله غانم، أوتابيك، وصلت الكرة والمحاولة والانطلاقة مرة أخرى في الجانب الأيمن. الكرة شارجاوية، شارجاوية، ويلتون، ويلتون سواريز، والكرة إلى خارج الملعب. شوف طبيعي الآن نشاهد المساحات في دفاعات عجمان، لأن الفريق البرتقالي يبحث عن العودة، يبحث عن تقليص الفارق وبالتالي انطلاق لاعبيه للأمام. هذا ما سيجعل ويخلق مساحة سيستفيد منها أو يحاول الاستفادة منها يعني كل من ويلتون سواريز وفاندر فييرا. لما يتمتع به اللاعبان من سرعة كبيرة في الانطلاقات وفي الكرات المرتدة. ترجع الكرة مرة ثانية للموديبو مايكا، موديغو يرسلها للأمام، لكن الكرة شوف باتجاه بكاري كوني في الجانب الأيمن. هذا بكاري بيحاول يمر، عرضها بكاري كوني، الرأسية لمن؟ وصلت إلى موديبو مايكا هنا في منطقة الجزاء، خطرة موديبو والتصدي من عبد الله غانم. الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، وبالتالي شوف هذه هي العرضية، ومن ثم وصول الكرة لموديبو مايكا اللي سدد، ولكن تدخل عبد الله غانم في الوقت المناسب. لذلك هي ضربة ركنية لمصلحة نادي عجمان، لمصلحة نادي عجمان على التنفيذ يظهر محمد الخديم. ضربة ركنية، كرة عالية في منطقة الجزاء، ديدا، لكن الكرة عدت، لم يتمكن ديدا من إبعادها بالشكل المطلوب، لذلك يصاب سلامات. شايف هذا ديدا
وهذه الكرة اللي أيضا اصطدت في موديبو مايقا أو حسن زهران. شوف هذه اللقطة خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب، الكرة مرت وعدت، وسلامات لديدا، سلامات لحارس المرمى أحمد ديدا. أيمن رمادي يبحث عن الاستفادة كما ذكرت من العوامل التي تتاح للفريق. هنا كان الهدف الأول، الهدف الأول من اللاعب ويلتون سواريز، ويلتون سواريز سجل الهدف الأول لمصلحة نادي الشارجة. هدف كان بتمريرة ذكية من سيف راشد خلف المدافعين، وبعد ذلك شوف الخطأ اللي صار، سيف راشد هو نفسه اللي مرر الكرة لويلتون لتسجيل الهدف الأول، هو من صنع ضربة الجزاء لينفذها فاندر فيرا، ويأتي بالهدف الثاني لمصلحة فريق نادي الشارجة. هنا ويلتون سواريز، على فكرة هذا اللاعب ويلتون سواريز لاعب البرازيلي المهاجم والذي يبلغ من العمر 31 عام. سلامات لديدا. سواريز اللي لعب في غوياس، غريميو، ساو باولو، وكذلك أيضا قيصر سبور كانت آخر محطاته في تركيا قبل الانتقال هنا إلى نادي الشارجة. سلامات لديدا، سلامات لديدا، لكن يعود من جديد. سواريز أكبر سنا، أو ويلتون أكبر سنا، 31 عام وهو المهاجم، بينما فاندر فييرا هو أصغر بسنتين ويبلغ من العمر طبعا 29 عام. لكن هنا موديبو مايقا اللاعب المالي، موديبو مايقا لاعب أيضا كان لحضور وتواجد في دورينا، 30 عام موديبو مايقا، من مواليد العاصمة المالية باماكو. هذا العنبري، العنبري حتى الآن يقود الشارجة إلى نتائج إيجابية ونتائج حقيقة لا بأس بها، لا بأس بها. هنا تبديل قادم، سيغادر من؟ سيغادر محمد الخديم، واللاعب القادم هو وليد خالد. وليد خالد هو اللاعب القادم الآن بتشكيلة عجمان والمدرب أيمن الرمادي. شوف تبديلين الآن، يعني مع بداية الشوط، مع بداية الشوط عزيز بيت حيدروف، والآن وليد خالد. العنبري، العنبري على بعد حوالي نصف ساعة من التأهل لدور الثمانية، دور طبعا ربع النهائي، إذا ما اكتملت الأمور وإذا ما انتهت الأمور طبعا بهذه النتيجة وبتقدم الشارجة. خارج أرضية الملعب، الكرة بتتحول، سيف راشد هنا يظهر، كرة اللعب تستمر، المحاولة من جديد عالية للأمام، لازالت الكرة حاضرة وموجودة. هذا وليد خالد، رامي التماس، كرة بالرأس، لازالت الكرة والانطلاقة موجودة، لكن شوف الخطأ أيضا في التمرير في اللقطة الماضية من فاندر فييرا. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب، الكرة مرة تعدت، تماس حسن زهران، لازالت الكرة موجودة. وليد خالد، موديبو مايقا، هذا اللاعب موديبو مايقا كما ذكرت صاحب 30 عام، وطبعا كانت من محطاته في بداياته، طبعا في البدايات موسم 2004-2005 نادي الرجاء البيضاوي المغربي موديبو مايقا، ثم كانت المحطة الاحترافية الأولى في أوروبا وتحديدا في فرنسا مع نادي لومان، ثم سوشو، وانتقل إلى طبعا إنجلترا مع ويست هام يونايتد،
ثم طبعا كوين بارك رينجرز وعاد ليميتس على سبيل الإعارة طبعا. ومن ثم كانت الخطوة الأولى طبعا في منطقة الخليج عندما انتقل في موسم 2015-2016 إلى نادي النصر السعودي قبل أن تكون محطة الأولى في دولة الإمارات في نادي طبعا اتحاد كلبة في الموسم الماضي. موديبو مايكا كرة ملعوبة وصلت من جديد لمصلحة نادي الشارجة. الحسن صالح هنا سيف راشد سيف كرة عرضية عالية ولكن إذا لم تتخلص من قبل الدفاعات والكرة وين إلى خارج أرضية الملعب وبعيدة الكرة من سعود سعيد مدافع رقم 28 كرة للشارجة شوكروف بيحولها في الجانب الأيمن أفضل نادي الشارجة. هذه كرة وصلت الآن في منطقة الجزاء باتجاه ويلتون سواريس لكن الكرة فيها إشارة من المساعد الثاني عامر القادري بوجود خطأ لمصلحة نادي عجمان في اللقطة الماضية هذه بالتالي الكرة اللي فيها خطأ للأمام بالرأس وصلت الكرة والانطلاقة من جديد. سيف راشد يلعب الكرة في الجانب الأيمن هنا لمصلحة يوسف سعيد. يوسف مررها والانطلاقة موجودة والكرة إلى خارج أرضية الملعب مرة تعدت وابعدت عن طريق عبد الله مال الله. عبد الله غانم في المقابل ورمية التماس لا جديد حتى الآن 20 دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني. عجمان لم يحقق المطلوب منه حتى الآن لحسن صالح بيمررها إلى فاندر فييرا. يمرر الحسن صالح لكن الكرة مقطوعة من دفاعات نادي عجمان وبالتالي تعود لوليد خالد. وليد يمر ينطلق في الجانب الأيمن وليد بالسرعة بالحيوية بالنشاط ينطلق يمر من الحسن صالح أيضا والكرة نزلت معاه ثم بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. الحسن صالح يتمكن من إبعاد الكرة من أمام وليد خالد. كان مجهود كبير من وليد خالد كرة عالية في استلام نزلت لمصلحة نادي عجمان هنا الكرة في أرضية الملعب ثم رمي التماس هذا حيدروف يرسل حيدروف لموديبو مايغا حاول فيها لكن أيضا الكرة طالت وتحولت. على فكرة موديبو مايغا انتقل من اتحاد كلبة يعني في صفقة أو تعاقد معه نادي عجمان في صفقة حرة انتقال حر كما هو الحال يعني بالنسبة لنادي أو لصفقة أحمد خليل مع نادي العين بعد إنهاء المخالصة مع نادي الجزيرة وصلت من جديد لكن إذا لم تتحول قضية أحمد خليل قصة اللي يعني طبعا حدث فيها نوع أيضا من اللغط ونوع أيضا من عدم الوضوح لربما. كرة موجودة تصل من جديد إلى شوكوروف لكن تعود مرة أخرى تصل لنادي عجمان. وليد خالد استلام الكرة معاه في الجانب الأيمن عادت إلى بكاري كونيه من جديد كونيه مررها كونيه لوليد وليد خالد الكرة لازالت معه عرضها ولكن إلى خارج الملعب وبالتالي محمد جابر ومن يتدخل والكرة إلى ضربة ركنية وليد خالد ضربة ركنية ديلسون ديميلو ينتظر هذه الكرة على القائم القريب في منطقة الجزاء ولكن إذا لم تتخلص ومن ثم المرتدة أكيد راح تكون سريعة في ظل وجود ويلتون سواريس وكذلك أيضا فاندر فييرا لكن هنا السيف راشد سيف يخترق الصفوف
التمريره في الجانب الايمن. عبد الله غانم هذه كره راسيه ترجع مره ثانيه. حين خليفه بحين صاحب التسديدات القويه حين خليفه، ولكن الكره الى خارج ارضيه الملعب مرت وتتحول بالتالي الى ضربه مرمى. شايف قميص نادي الشارجه الان يعني فيه الالوان الممتده او يعني مستمده ايضا من نادي الشعب اللي تم دمجه ايضا مع نادي الشارجه، فكان بالتالي الشعار او اللون الازرق والاحمر لون الكوماندوز، لذلك اصبح الفريق نادي الشارجه الرياضي هو الكوماندوز الملكي. اصطدام وسلامات، سلامات للاعبين على أرضية الملعب، على أرضية الملعب سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله. هذا كان الالتحام في هذه اللقطة وفي هذه الطريقة، وبالتالي إصابة يعني سيف راشد من نادي الشارجة، وفي المقابل أيضا وليد خالد لاعب نادي عجمان. هذا هو سيف راشد، سلامات إن شاء الله. شوف تلاحظ في دور 16 أندية الأربعة المتواجدة من دوري الدرجة، من دوري الدرجة الأولى، من دوري الدرجة الأولى. العروبة خرج أمام شباب الأهلي دبي، لكن في المقابل الفجيرة هو الفريق الوحيد حتى الآن من أندية دوري الدرجة الأولى اللي تمكن من البقاء والتأهل وإقصاء فريق من دوري المحترفين عندما فاز على حتى يوم أمس 3-2 بهدف، طبعا كان بمثابة الهدف الذهبي في الوقت القاتل من نهاية الشوط الإضافي الثاني. الاتحاد كلب غادر أمام طبعا الجزيرة، هذه كرة وتمريرة، كرة وتمريرة والعرضية موجودة وبالتالي أيضا تبعد. لذلك غدا طبعا يبقى الفريق الرابع وهو بنياس أحد أندية دوري الدرجة الأولى. بنياس سيواجه الوصل، المواجهة طبعا ستكون صعبة جدا لا شك بالنسبة لبنياس عندما يواجه الوصل، لكن كما ذكرت العروبة غادر، لفجيرة تأهل، اتحاد كلبة غادر، وغدا بنياس لنشاهد هل يكون من ضمن المتأهلين في مباراة يوم غد أمام الوصل في استاد خليفة بن زايد بنادي العين وفي مدينة العين. باكاري كوني عرضها وشاهين إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية في اللقطة الماضية. تبديل قادم أيضا، سيغادر فاندر فييرا الآن، ولويس مارسيلو الرقم 10، هذا اللاعب لويس اللاعب الآن اللي ينضم إلى أرضية الملعب، والكرة ملعوبة من ضربة ركنية، ولكن أيضا بتتخلص. سلام، يا سلام على الكرة الماضية، الراية موجودة ويلغى الهدف براية المساعد الأول مسعود حسن، لكن كرة كانت قوية، اصطدام ثم عادت ثم بعد ذلك شوف الضربة الركنية الملعوبة، هذه الرأسية اللي أبعدت، ولكن بعد ذلك أيضا يعني كان السقوط، وشوف الكرة اصطدت في القائم والمتابعة، لكن التسلل حاضر. هذه خطرة يوسف سعيد كاد أن يسجل الهدف الثالث. مباراة فيها لحظات مثيرة، والشارجة كان بانفراد من يوسف سعيد، وإذ نحن نقترب من آخر ربع ساعة على نهاية المباراة
إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، خارج الملعب أبعدها المدافع محمد علي شاكر، محمد علي شاكر. شوف هذه كرة يوسف السعيد ومدافع أيضا بهذه الطريقة، ضربة ركنية. وكما ذكرت يعني لويس مارسيلو أو كما يعرف لولينيا، لولينيا هذه كرة تصل من جديد، استلام عرضية ملعوبة والكرة إلى خارج أرضية الملعب من لولينيا. هذا هو لويس مارسيلو، شايف لويس مارسيلو 27 عام، لعب قادم من نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في كوريا الجنوبية، وأحد القادمين الجدد وأحد الانتدابات الشرجاوية، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. ولذلك طبعا كان الإبقاء على ويلتون سواريز وأيضا اللاعب فاندر فييرا. هذه اللقطة وكرة يوسف السعيد، شوف التدخل، شوف الفدائية من سعود السعيد في اللحظات الأخيرة. آخر ربع ساعة الآن، يقترب الشارجة، إذا يقترب الشارجة من التأهل إلى دور الثمانية، إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة لهذا الموسم. عجمان أمام ربع ساعة فقط، أمام ربع الساعة، تعود الكرة والمحاولة من جديد، من جديد وصلت الكرة والانطلاقة مرة أخرى هنا إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. رامي التماس، رامي التماس، تبديل آخر وأخير على فكرة بالنسبة لنادي عجمان، خروج طبعا اللاعب محمد علي ودخول اللاعب محمد يعقوب. محمد يعقوب الآن إلى أرضية الملعب، هذه كرة وتمريرة باتجاه ويلتون سواريز، ولكن الكرة أيضا مقطوعة، أيضا مقطوعة. هل ينضم الشارجة لكل من شباب الأهلي دبي والفجيرة والجزيرة؟ شوف هذه اللقطة وهذه المحاولة، تمرير موجود والكرة لا زالت قائمة ومستمرة. موديبو مايكا، مايكا هنا الانطلاق، هنا التمرير، الخطرة، الخطرة، ولكن تعود موديبو مايكا بالرأس من الدفاعات من شاهين، من شاهين يوسف سعيد بيقلصها ويبعدها بالتالي، تعود لمصلحة نادي عجمان. لكن لمسة يد، لمسة اليد موجودة، لمسة اليد حاضرة وموجودة. وبالتالي شايف تبديل أيضا قادم يغادر سيف راشد بالنسبة لنادي الشارجة، سيف راشد يغادر، وسهيل المنصوري، سهيل المنصوري صاحب هدف الفوز والانتصار على النصر، المنصوري القادم من نادي الوحدة وصاحب هدف الانتصار في الوقت القاتل لنادي الشارجة على حساب نادي النصر طبعا في الدوري في الجولة الماضية، في الجولة الماضية. تسديدة قوية، قوية من الأوزبكي أوتابيل شوكوروف إلى خارج الملعب، خارج الملعب. شايف شايف شايف، اصطدت اصطدت طبعا في طبعا حسن زهران وغيرت اتجاهها وتحولت إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية. التنفيذ من سهيل المنصوري، سهيل يرسل الكرة عالية لكن أيضا لم تتخلص،
تعود من جديد بكاري كوني، مرة الكرة إلى وليد خالد، وليد والانطلاق الآن لمصلحة نادي عجمان، يبحث عن المساندة وليد، حولها باتجاه موديبو مايقا، لكن المدافع الشرجاوي يا سلام شاهين يبعدها بشكل جميل على مرتين، والكرة بعد ذلك تعود لموديبو مايقا مرة أخرى. مايقا الكرة معاه، هنا التدخل من يوسف السعيد والعودة لأداء الواجبات الدفاعية كأجمل ما يكون. شوف هذه هي اللقطة وهذا هو الدفع، الدفع اللي كان من موديبو مايقا على يوسف السعيد، والكرة الآن لمصلحة نادي الشارجة، لمصلحة نادي الشارجة. الكرة ملعوبة، استلام من سهيل المنصوري، منصوري مرة على نادي الشارجة، وكاد أن يسجل منها، كاد أن يسجل منها الفريق الشرجاوي هدفا ثالثا ينهي الأمور تماما، ولكن الكرة ضاعت، وإصابة أيضا لويلتون سواريز، إصابة لويلتون سواريز في اللقطة الماضية. شايف السيد المنصوري، شوف الكرة، شوف التمرير، يا سلام يا سلام لولينيا، ولكن أيضا التدخل ومن ثم اصطدام حسن زهران بويلتون سواريز وإصابة طبعا البرازيلي. لكن شوف شوف هذه اللقطة وهذا الإبعاد الجميل في اللقطة الماضية، ولويس مارسيلو لولينيا يندب حظ على ضياع هذه اللقطة، على ضياع هذه اللقطة. هذه الإصابة، في طبعا الكرة الآن الملعوبة بالرأس، ولكن تعود لحارس المرمى، تعود لحارس المرمى. هذه الانطلاقة موجودة في الطرف الشمال، باكاري كوني حاول فيها ليفوار يلعبها من جديد، كرة بتمر بتعدي على ديميلو، سيل منصوري حاول فيها إيدلسون يمر، إيدلسون يتقدم، يا السلام يا السلام، إيدلسون يحافظ على كرته، مررها بالتالي في الجانب الأيمن لمصلحة عجمان، محمد يعقوب، والكرة إلى خارج الملعب. في أول مباراة لمع الشارجة يسجل سيل المنصوري في مرمى النصر في بطولة الدوري، رامي التماس، هذا هو الحسن صالح، تماس، الكرة ملعوبة، الإمارات والوحدة والتعادل هو السيد الموقف حتى الآن، التعادل. شايف هذه كرة لويس مارسيلو، كرة لويس مارسيلو بعد أن تقدم، طبعا بعد أن كان الوحدة متقدم، لكن التعادل من ساشا، واحد واحد بالتالي نتيجة الإمارات مع الوحدة. هل سنشهد أشواط إضافية أم أن الحسم سيكون في الوقت الأصلي؟ في مسابقات الكأس يعني كل فريق يبغي يخلص في الوقت الأصلي، إرهاق الأشواط الإضافية، وبعدين يعني أيضا ربما تمتد الأمور إلى ركلات الروح الترجيحية، كل هذه الأمور يعني يقول لك ابعد عن الشر وغنينا، أخلص المباراة في أشواطها الأصلية وأكون في غنى عن كل هذه الأمور، هكذا يفكر يعني أكيد كل فريق. لكن كل مباراة ظروفها، في بعض الأحيان تطري عليك أمور في المباراة تتمنى بأن أنك تتجه مثلا إلى الأشواط الإضافية، عندما لا تكون في أفضل حالاتك في الأشواط الإضافية أيضا تتمنى أن تتجه إلى الركلات الترجيحية إذا لم تكن أيضا في أفضل حالاتك، وبالتالي هي ظروف لكل مباراة ظروف بالتالي،
وعبد العزيز العنبري مدرب نادي الشارجة يستفيد من ظروف المباراة، يسير المباراة، تمكن من حسم الأمور في الشوط الأول، سجل هدفين في الشوط الأول، وبالتالي يعني كانت له أفضلية بشكل كبير. الشوط الثاني نعم لم يسجل، لكن استطاع الحفاظ على الهدفين خلال هذا الشوط. كرة ملعوبة لنادي عجمان من سعود سعيد إلى خارج أرضية الملعب، الكرة الماضية تتحول على التماس، بالتالي هي لمصلحة نادي عجمان، هي لمصلحة نادي عجمان. بكاري كوني، بكاري كوني الآن كرة ملعوبة، لويس مارسيلو إلى سهيل المنصوري، سهيل ينطلق يتقدم يحاول المرور، سهيل المنصوري عرضها، الكرة عالية لكن هنالك راية والكرة يبدو بأنها تجاوزت يعني الخط وتحولت، بالتالي تحولت بالتالي إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. هذا أيمن الرمادي لم يتمكن من مواجهة هجوم نادي الشارجة المتمثل في فاندر فييرا وويلتون سواريز. ضربة جزاء أيضا زادت من الأمر سوء بالنسبة لنادي عجمان. عجمان مباراة القادمة يوم الأحد القادم أمام شباب الأهلي دبي في استاد راشد، مباراة لا شك بأنها صعبة في طبعا رحلة البقاء في الدوري وضمان البقاء منذ وقت مبكر بالنسبة لنادي عجمان. الشارجة في الجولة القادمة يوم الاثنين أيضا سيستضيف الظفرة، سيستضيف الظفرة، مباراة الجولة القادمة ستكون في وسط الأسبوع يعني الأحد والاثنين، وبالتالي الشارجة سيستضيف الظفرة أيضا مباراة مهمة جدا. الظفرة بعد أيضا تعاقد مع المدرب المقدوني جوكيكا مدرب نادي حتى السابق وإقالة السوري محمد قوير، لا شك بأنه يبحث عن تعديل وضعيته في بطولة الدوري. ظفرة ليتواجد في المركز الأخير في وضع حرج وصعب جدا هذا الموسم. كرة تتحول وتعود، وأيضا نادي حتى فريق اللي لا يبعد عن الظفرة سوى بفارق نقطة واحدة فقط، لكن شوف أربعة أندية في مؤخرة الدوري هي التي تتنافس تقريبا، الفارق فيما بينها نقطة واحدة فقط، دبه 11، الإمارات 11 أو الإمارات 10، حتى 9، والظفرة 8، ما بين نادي ونادي نقطة واحدة فقط. لذلك الانتصار في مباراة يغير الكثير. شوف الكرة المقطوعة من، شوف السرعة، سواريز 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 الشرجاوي، ويلتون سواريز الشرجاوي السريع، القطار السريع في اللقطة الماضية، لكن أيضا في اللحظات الأخيرة شوف من وين قطعها، من نص الملعب راح، من نص الملعب انطلق 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 انطلق، ولكن أيضا في اللقطة الأخيرة في اللحظة الأخيرة خانته الكرة في هذه اللقطة، في هذه اللقطة فتدخل حسن زهران وأبعدها إلى ضربة الركنية، إلى ركنية. هكذا هي الملامح، شارجة عجمان أفضل حالا بكثير من رباعي المؤخرة في بطولة الدوري. الانطلاقة موجودة، هذه كرة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. لذلك الشارجة أيضا يريد أن يستغل مباراة الظفرة، استغلال الحالة السيئة لنادي الظفرة مع مدرب عبد العزيز العنبري لتعزيز وضعيته والوصول إلى النقطة رقم 16 ومعادلة طبعا شباب الأهلي دبي في المركز السادس. سهيل المنصور يتحصل على إنذار، على إنذار، لكن في المقابل شباب الأهلي دبي سيلعب مع عجمان، سيستضيف عجمان في مباراة ستكون أيضا صعبة جدا على نادي عجمان. الكرة وصلت من جديد والانطلاقة لا زالت موجودة، تعاد إلى حارس المرمى. دورينا في صدارته العين ب 28 نقطة، ووصيفا يأتي الوحدة بفارق نقطتين ب 26 نقطة،
وثالثا الوصل بخمسة وعشرين نقطة. أما الرابع فهو يبتعد بفارق ثمان نقاط كاملة. ولذلك يعني كما ذكرت سابقا صدارة الدوري وبطولة الدوري هذا الموسم ستنحصر بشكل كبير بين ثلاثة أندية هي العين والوحدة والوصل. ويعني نعم هنالك مفاجآت في كرة القدم، ولكن تبقى الأندية الثلاثة هي الأقرب وبشكل كبير كبير جدا لبطولة الدوري من بقية الأندية. هذه محاولة ديلسون إلى خارج أرضية الملعب، الكرة اللي بتتحول بعد الليل ضربة مرمى. ضربة مرمى للشارجة. آخر دقيقة آخر دقيقة. الكرة تعود والانطلاق مرة أخرى. أيضا كأس السوبر طبعا ما بين الجزيرة والوحدة، مباراة لا شك مهمة جدا. بعد ثلاثة أيام يوم السبت تاريخ 20 يناير في ملعب بنياس، الكرة تعود من جديد. هذه خطرة والدون سواريز إلى خارج الملعب. 90 دقيقة وانتهى طبعا الوقت الأصلي للمباراة، انتهى الوقت الأصلي للمباراة وبانتظار طبعا الوقت بدل الضايع. ضربة أوه ست دقائق ست دقائق على أحداث شوط المباراة الثاني. ست دقائق وركنية لمصلحة الشارجة الآن، الركنية لمصلحة الشارجة الآن. تصل الكرة لكنها بتتخلص، موجودة من لويس أو من شوكروف، شوكروف الأوزبكي، شوكروف الأوزبكي. هذه الركنية التاسعة الآن أو الثامنة للشارجة مقابل تسع ركنيات كانت لنادي عجمان. كرة اللعب لأوتابيك، شوكروف بيحاول فيها، كرة معاه حافظ على كرته لكن أيضا تتخلص للأمام بشكل سريع. ملعوبة الكرة لكن إلى خارج أرضية الملعب تتحول. رمية تماس، رمية تماس. هذا إيدلسون ديميلو وهذا هو بحين. وهنا الكرة لمصلحة نادي عجمان عن طريق حسن زهران، ملعوبة أمامية في نص الملعب. إيدلسون ديميلو مررها هنا حيث يتواجد طبعا محمد يعقوب أحد بدلاء المدرب أيمن الرمادي. لا زالت الكرة حاضرة وموجودة. الانطلاقة لمين؟ المساندة وين؟ التمريرة لمين؟ هنا تصل، نعم هنا تصل محمد يعقوب. انطلاقة محمد يعقوب الآن والكرة لوليد خالد. وان تو تبادل ما بينه لكن الحسن صالح يقرأ اللقطة يقرأ اللعبة وبالتالي خلصها. لكن عزيز محمد يروح باتجاه مايقا وأحمد ديدا موجود ويلتقط الكرة الماضية. هذا أحمد ديدا. تحية من الجمهور الشرجاوي اللي موجود اللي يتابع المباراة اللي يشهد تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة. والكرة تعود، رمية تماس، رمية تماس. ويلتون سواريز والخطأ موجود على ويلتون سواريز في اللقطة الماضية، في اللقطة الماضية. شوف هذه هي الكرة، هذه هي اللقطة. والمحاولة لا زالت مستمرة، لا زالت مستمرة. شرجاوي يوسف سعيد، يوسف سعيد والعرضية العالية ولكن أيضا زهران يخلصها، يخلصها. والكرة تعود طويلة للأمام. أربع دقائق الآن من الوقت بدل الضايع، أربع دقائق والإمارات مع الوحدة إلى الأشواط الإضافية بالتالي.
بعد التعادل 1-1 وبعد نهاية الوقت الأصلي ما بين الفريقين بالتعادل 1-1. مباراة الفريقين اللي تقام في استاد راشد. هذه كرة ولكن إذا لم تتخلص بينما هذا اللقاء يعني انتهى تقريبا خلاص يعني آخر. لدينا الآن دقيقتين على نهاية المباراة. تصل الكرة المحاولة هذه للشارجة لويس مارسيلو. تعود الكرة المحاولة لنادي الشارجة مرة أخرى. شوكورو في وسط الملعب. الأوزبكي يمررها. يا سلام على تفويتة تسهيل المنصوري. الحسن صالح قطع الكرة موجود هنا من وليد خالد. والكرة إلى خارج أرضية الملعب. شوف هذا هو الحسن صالح وهنا التدخل من وليد خالد. والكرة بالتالي إلى خارج أرضية الملعب. ضربة ركنية. سهيل المنصوري على التنفيذ. ويكسب من خلال أيضا نادي الشارجة ضربة ركنية أخرى عن طريق أوتابيك. شوكورو هنا. ويلتون سواريز ينتظر هذه الركنية. وهنا لدينا الآن دقيقة واحدة فقط هي كل ما تبقى على نهاية الدقائق الست المحتسبة كوقت ضايع على أحداث زمن شوط المباراة الثاني من لقاء عجمان والشارجة في دور الستعش من كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. إذن الشارجة ينضم إلى ركب المتأهلين. الشارجة يرافق كل من شباب الأهلي دبي والفجيرة والجزيرة وبانتظار طبعا إما الإمارات أو الوحدة في مباريات هذا اليوم. هذه كرة ملعوبة لكن تتخلص إلى موديبو مايكا. التسديدة من جيرسون لنكاتي والخطأ لمصلحة الشارجة. خطأ لمصلحة نادي الشارجة في منطقة الجزاء. وخلاص انتهت الأمور والدقائق الست انتهت ولم تتبقى سوى صافرة حكم اللقاء في هذه المباراة الحكم يعقوب الحمادي ليعلن تأهل الشارجة بالتالي إلى دور الثمانية إلى الدور ربع النهائي من كأس سيد صاحب السمو رئيس الدولة. نعم الصافرة تأتي والتأهل يأتي. وألف مبروك لنادي الشارجة. ألف مبروك لعبد العزيز العبري. وألف مبروك أيضا للاعبي وجمهور نادي الشارجة على هذا التأهل إلى الدور القادم ليلتحق بشباب الأهلي دبي. يلتحق بالفجيرة والجزيرة وبانتظار طبعا مباريات الغد وأيضا الإمارات أو الوحدة لتوجههما إلى أشواط إضافية ولربما إلى ركلات الترجيح. المبروك مرة أخرى لنادي الشارجة وهارد لك من الأعماق لنادي عجمان. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المباراة أيها الأحبة على أمل أن نلتقي في لقاءات قادمة. هذه تحياتي عبد الله السعدي وإلى اللقاء. عسكروب